بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو ده هتكلم عن موضوع في غاية الأهمية وانتشر بشكل غير طبيعي في الزمن الحالي والفترات الحالية، وهو الحسد. الحسد شيء من أقبح الأشياء أعزكم الله، وشيء صفة ذميمة جدا جدا، يعني صعبة جدا على الناس. كمان الحسد ده في ناس لا تؤمن به، وفي ناس مؤمنة إيمان كامل بأن الحسد موجود. الحسد طبعا مذكور في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن شر حاسد إذا حسد. معنى ومن شر حاسد إذا حسد يعني أن في حاسد وفي حسد. الحسد هو عبارة عن أن شخص بيتمنى زوال النعمة من شخص آخر. ده ببساطة كده يعني للحسد. يعني أنا لو هحسد شخص، بتمنى ان النعمة اللي عند الشخص التاني دي تنتهي او تزول، وده شيء صعب جدا وشيء في منتهى الحرمانية. يعني الناس مش قنعة برزقها، ما عندهاش قناعة في حتة ان الرزق سبحان الله بيوزعه كيف يشاء. فبيشوف بعض الاشخاص ان كتير على الشخص التاني ده النعمة اللي هو فيها، وبالتالي بيتمنى زوال النعمة، وهو ده الحسد. الحسد ممكن يحصل في اكتر من حاجة. ممكن الحسد يكون في البدن، في الجسم يعني، وممكن يكون في الصحة، وممكن يكون في الاولاد، وممكن يكون في المال. ازاي بيحصل الحسد في الحاجات دي؟ ممكن لو في البدن والصحة والجسم، يعني لو شخص صحته قوية وجسمه قوي ما شاء الله، يعني فاللي بيحسده في جسمه وفي قوته، فبيحس الشخص المحسود انه في ضعف مفاجئ وفي وهن شديد بالنسبة للجسم. كمان بيحس انه في اغلب الوقت محتاج ينام او مش بتركيزه الكامل. كمان بيشعر كمان احيانا بمشاكل في الحركة او في الصحة العامة، كصعوبة حمل او حمل اشياء يعني، او صعوبة الحركة كمشي او حركة. كمان ممكن يكون الحسد في الأولاد ممكن يكونوا متفوقين، ممكن يكون الولد أو البنت جميل أو جميلة، فالعين تؤثر عليهم. فالولد المتفوق يقل تفوقه وتقل رغبته في الرغبة في المذاكرة يعني، أو استذكار دروسه، فتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة له. كمان ممكن يكون مش حابب يروح المدرسة، فمن العين اللي هي أصابته يعني. الحسد كمان ممكن يكون في المال، شخص ربنا أعطاه فالشخص تاني حسده أو العين أصابته في ماله، بيشعر إن فيه زي ما بنقول كده بالبلدي لعبكة في شغله، أو الشغل مش ماشي بانتظام، أو في حركة مش طبيعية في الشغل، شغل بيتعطل بدون أسباب، مكسب بيضيع بدون سبب، خسارة تحدث بدون سبب معين. ممكن أكون عامل كل اللي ممكن أعمله ويحدث خسارة كبيرة، حرق مخازن، ما أشبه ذلك يعني. الحاجات دي أحيانا بتكون نتيجة الحسد. كمان الناس محتاجة تعرف إيه الأعراض اللي بتكون على البني آدم علشان يحس إن هو محسود. إزاي أعرف إن أنا محسود؟ بيبقى في أعراض معينة كتيرة على الشخص بتظهر
ان هو اصابته العين او اتحسد يعني. من ضمن الاعراض دي انا كتبتها علشان اقولها لحضراتكم بدقة. الاعراض بيبقى صداع بالرأس، يعني الشخص المحسود بيشعر ان في صداع في رأسه، كمان شحوب واصفرار في الوجه، الوجه دايما شاحب وفي اصفرار في الوجه، ضعف شهية من ناحية الاكل، خفقان في القلب، القلب فيه خفقان زيادة، ألم أسفل الظهر وثقل في الكتفين، الظهر من الأسفل في ألم وفي ثقل في الكتفين، يعني ساعات أشعر إن الكتفين مش مظبوطين، يعني في تقل فيهم، ضيق في الصدر ورغبة في البكاء بدون سبب. أحيان كتير جدا بيحدث كده للمحسود إن ساعات عايز أبكي بدون أي سبب وما فيش رغبة يعني في الحياة أو كده. الكآبة والصمت وقلة الضحك والنظرة السوداوية للحياة، في كآبة دايما، مش حابب أضحك، الضحك ده بعيد تماما عني ودي مشكلة. انفعالات شديدة وغضب غير طبيعي، بيكون في عند الشخص المحسود انفعال شديد وبزعل جدا وبتنرفز من أقل حاجة وبتنرفز لأي سبب. كمان النسيان وضعف الذاكرة، أحس بنسيان كتير، أحس إن ذاكرتي مش مظبوطة، دي كمان من ضمن أسباب الحسد. كمان بيقولوا رؤية أحلام تدل على العين، يعني في الأحلام بيجي لي أحلام ساعات كده أحس إن في بشوف عين أو بشوف عيون أو حاجة زي كده في الأحلام، فده من ضمن مؤشرات الحسد. عرضت على حضراتكم اللي قرأته يعني في الموضوع ده، ويعني حبيت أقوله لأن الحسد ده زاد جدا في الوقت الحالي، وندعو أن الناس كلها تتخلى عن الصفة الذميمة دي لأنها والله مش كويسة، وكل إنسان بياخد رزقه المكتوب من الله سبحانه وتعالى لا أكتر ولا أقل. أتمنى يا رب أن نبتعد كلنا تماما عن الحسد، لأن الحسد له عواقب وخيمة جدا جدا ومشاكل كبيرة جدا، بيقطع أرحام وبيدمر عائلات وبيضايق ناس من بعض وبيزعل ناس من بعض. أتمنى يا رب للجميع الخير والبركة والسعادة، وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم بإذن الله. ألتقي مع حضراتكم في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.